ولهذا الذي يريد أن يبحث عن حقائق النفس عليه أن يقوم الليل. قد يكون هذا شيء غريب، لا تقرأ كتاب ولا تشغل نفسك بكمبيوتر، هذا للعلم. تريد أن تصلح نفسك، أنت تحتاج إلى جلسة إيمانية بينك وبين ربك. من لم يعرف شيء من قيام الليل لا تصلح له النفس على الإطلاق، لأن الشيطان ما ينكهر ولا يبدأ ينسحب إلا إذا رأك في محراب الطاعة. لابد أن يكون لك شيء من قيام الليل، لابد يكون لك شيء من الركوع، لابد يكون لك شيء من السجود وإطالة السجود والبكاء والخشوع مع الله، وخرج من أنانيتك. شوف نفسك كبير، اسكت واخشع وابكي، وخاطب مولاك كما تخاطب أي محبوب. من تحب؟ ممكن يجلس إنسان مع حبيبة ساعات وهو مستأنس، اجلس مع ربك ساعات، خاطب مولاك ربع ساعة. انظر كيف لما تخرج من هذه الجلسة الإيمانية بطاقة جديدة، براحة جديدة.